العقيب عبد المنعم عبد الحي بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعند ثوار بتفتيشه وجدوا معه مسدسا كاتما للصوت وبه طلقتان فقط، وأطلق منه 4 طلقات، واحتجزه الثوار في احد اركان الميدان لمعرفه سبب وجوده بين المشهد. منعم عبد الحي وجاي من ميعاد حضرتك، راح ازاي ده؟ دي مرخصة. ايوه في البيت. دلوقتي الشخص ده في حوالي الساعة 9 من ليل التحرير دخل من عند البوابة اللي عند متحف المصري، كان معاه شخص تاني وكل واحد فيهم كان معاه طبنجة. أثناء اللجنة الشعبية وهي بتقوم بشغلها وهي بتنفذ التفتيشات، لقوا الشخص دوت بيسحب الطبنجة من جيبه. التاني أول ما حس إن اللجنة اتنبهت هرب ومعاه طبنجة. فضل الأفندي دوت، اللجنة بسرعة اتحفظت عليه، وواحد كتم في وقت المسدس يعني كان أسد بصراحة، ورجع بيها على الخيمة. ينهون لما جينا فتشنا لقينا الطبنجة ديت حضرتك، والطبنجة ديت عشان نوضحها برضو لكل اللي هيشوف، الطبنجة ديت كلمة حلوان كل ومرقمة أرقام داخلية. الأرقام دي أرقام ميري، ودي الطبنجة دي معروفة لكل اللي بيفهم مسألة الطبنجة. مش مسألة كاتم، لا هو كان حاطط فيها مناديل تمام. وبعدين في نفس الوقت كان معاه في الطبنجة ديت لقينا رصاصتين ليهم رقم. فين الرصاص؟ الرصاص فين؟ فسألناه فين بقى الأربع اللي هو المفروض الخزنة بيبقى فيها 6. هنوضح للمشاهدين ان ادي الأول، ادي الطلقة الحية، وادي الطلقة وهي مرقمة. سألناه فين الأربع رصاصات، من ساعتها وهو شغال الاستعباط والإنكار. أنت أول مرة عرف نفسك، قال أنا عريف. بعد كده راح جاي قايل أنا ضابط، بعدين قايل أنا مقدم. طيب أنت مقدم من سنة 2002 ما ترقيتش خالص، قال لك أصل أنا عقيد. طب أنت رايح فين؟ قال لك أصل أنا كنت في حلوان وجاي التحرير عشان أركب أروح الشيخ سايق. كل الناس قالت له طب ما ركبتش ليه الدائري عشان تيجي ميدان التحرير ومعاك طبنجة ميري وتقول انا على المعاش؟ طب المعاش من امتى؟ قالك من 25 يناير. طب ده كان في اوامر من قبل الثورة ولحد دلوقتي مفيش حد طلع، محدش طلع معاش. الحاجة التانية والمهمة دلوقتي، هل السؤال بقى للبهوات بتاع الداخلية، هو في ضابط على المعاش بياخد طبنجته الميري وهو طالع؟ حد يجيب جواب. اخر حاجة هنقولها لكم، ما بنخافش ومش هنسيب الميدان. ابعتوا ضابط، ابعتوا فرقه، ابعتوا اي مصيبه تاخدكم، احنا ما بنخافش. احنا هنا يا ثوار بنكسب الثوره ديت وننضفها من بلد من الاشكال ديت يا شهداء ان شاء الله. ما بنخافش يا منصور يا عيسوي يا مشير، ما فيش حد بيخاف مننا. ودي رساله مبارك، قلب مبارك، قاعدين محافظين على حياته، مأمنينه ومحافظينه. مين ده وبيعمل ايه في الميدان؟ يا ريت نعرف كمان شويه. الداخليه بتقول ان هي ما بتضربش رصاص، امال ده ايه؟ انا مضروب رصاص. ده بوم رمضان؟ انا مضروب النهارده. امال ايه ده؟ ثواني يا جماعه، بعد ده بوم رمضان؟ ده هي الطلقات الحيه ومرقمه، وادي الطبنجه الميري. الرقم بتاع الطبنجه حلوان. الرقم الطبنجه من الشمال 1-0-3-5-6-5-5، والرقم مكرر ان هو حلوان عيار 6 ملي صنعة جيم ميم عين، يعني جمهورية مصر العربية. من ضمن الاوراق افتح مش عايز حد هنا. اتضح ان هو معاه تذكرتين سفر لاسيوط. ارقام ناس ان هو بتجيب الادوية للميدان. أنا الناس اللي بتعمل إجازات للميدان وأسمعهم وأرقام تليفوناتهم، بيراقب الناس في الميدان ليه؟ هي دي فرقة الطلطاوي اللي قال عليها هتنزل تكشف اللي ضرب النار على 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 على, 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 على الشرطة والجيش. أنا عايز أفرش حد يشير يطلع يقول ده مين؟ 3000 جنيه ليه بقى؟ واخدين له شقة في الشيخ زايد، واخدين له شقة في الشيخ زايد شهر 9، وجاب فراخ وسمك بكام؟ جنيه. على المعاش لابس بنطلون ميري ليه؟ اقلع البنطلون ده واقلع البنطلون. والله مش قضية قومه 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 قومه. اقلع البنطلون ده، على المعاش لابس بنطلون ميري ليه؟ ده عادي. اقلع البنطلون ده، اقلع البنطلون ميري.
بس بنطلون ميري اهو بس متلاش اكتر من كده بس خلاص بس لون ابيض ميري لابس البنطلون الميري ده بنطلون نفسه منه انا عشان لابس ميري بيدولك هديه ضربوا الناس احنا يعني اصلا يعني هو لما طلع الطبنجة كان في ناس بتحاول تدافع عن نفسها لكن احنا من ساعة ما داخل الخيمة واحنا مأمنينه لحد اللحظة دي بقالنا ساعتين محافظين على حياته الناس مش عايزين الناس تقفل روحوا شوفوا الناس على البوابات بتعمل ايه في 100 واحد زي ده عشان احنا واقفين هنا قدام البوابات بتاع اخواننا في كذا واحد يا جماعه كذا واحد فيهم موجودين في 100 واحد زي ده على الباب عايزين نشتغل بس نايمين البوابات صح يتبع عن الدولة وكان يحمل أسلحة داخل الميدان. مبدئياً إحنا بنحمي ليس حباً فيه ولا سر شخصي، هو في الأول وفي الآخر هو مصر. إحنا مش جهة منوطة بالعقاب ولا جهة منوطة إن إحنا نحكم عليها ونستصدر أحكام مسبقة. إحنا ما إلا أشخاص ثبتت لدينا بوادر إن هو أذنب، فكل الفكرة إن إحنا بنحميه عشان نسلمه جهة عدالة أكثر مننا عدلاً. بنسلمه عشان العداية تتفتح وتتعالج فيها الناس المغلقة. بس دي كل الفكرة، احنا مش حبا في نظام فاشل ولا حبا في شخص كان سبب في إتعاس كثير من الناس، بس كل الفكرة احنا مش جهة عقاب، مش جهة محاكمة، ده كل اللي بنقله وبنحافظ عليه عشان السبب ده. اوكي تعني اسألك، هناك العديد من الإشاعات في الخارج تقول ان الضابط قد قتل، هناك من يريد ان يقتلوا، هل يعني كيف تتعاملون مع هذا الامر؟ مبدئيا هو لم يقتل، هو سليم في حاله جيده من وقت ما دخل العياده، يعني من وقت ما سلم الى العياده هو في حاله جيده، لم يعتدى عليه بالداخل، بل بالعكس هو اسعف وتمت له اسعاف طبي، صفحات طبيه، ده مبدئيا. رقم اثنين مش هنجزم، لكن قد يكون بعض الناس لديهم رواسب من امن الدوله وهي موجوده بالفعل، والدافع بتاعها خلاها عايزه تنتخب في اي شخص او تتشفى، لكن فيها عقول، في ملايين ان كان في شخص او اثنين او ثلاثه، فادي كل الوجوه عذبت وتعبت وأذت من امن الدوله، لكن ما هي الا في الاخر هي قلوب مابضة وناس عندها يقين وعندها ايمان بالمبدا من حيث المبدا. هو ما عذبش، هو ان كان عذب فهو عولج وتمت له المعالجه التامه وهو سليم، واحنا هندخلكم دلوقتي عشان تنقلوا الصوره، عشان توصلوا للناس ان الناس اللي في الميدان هي مش بلطجيه، الناس اللي في الميدان ما هي الا ناس تضحي بارواحها عشان توصل لمرحله بحاله وبطريق للبلد لبر امان. وسع 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 ارجع ورا ارجع اقول لك والله عشان خاطر موضوع حياه وموت والله.
مشغلني اللي بره. هو بينزل خارجي دلوقتي. الميكروفون اللي بره شغال. مش هادي مش هنستأذن حد. انا بقول لك استأذنش. اه مال ايه؟ شوف بس شغال خارجي بره. انت ما تعرفش الفيشة اللي شغالها بقى خارجي فين؟ هو حاليا دلوقتي ما بيأذن. ما بيأذن. انت تعرف الفيشة اللي بيشغله خارجي؟ استنى يا حبيبي. عارف الفيشة اللي بتشغله خارجي ولا ما تعرفهاش؟ بيأذن على أذان واحد دلوقتي بيأذن بره. قدامك دي هنتحاسب. لا أول أعمل اختبار الصوت وسمعه سهلة. شوفني طب شوفني بره. شوف يا جماعة الصوت. لا ينفع تطلع تشوفني بره. مش عايز أسمع. هقول لك حاجة مش عايز أسمع. لازم أقول لك. يا حبيبي مش عايز أسمع. خلاص مش عايز أسمع. صوت بره كده. سبحان الله. حاضر يا بيه والله هيبقى والله يا بيه خلاص. الله يسلمك. قوم شغال بره ولا جوه؟ بره ولا جوه كده؟ لو ده ما اشتغلش فهو هيبقى فيه حساب عسير. انا بقول لك والله عشان يبقى واضح. اتفضل روح هاتها قدامك دقيقه واحده بس. خلي بالك امسك البتاع عندي يا قطرة. يا عم اوعى بس اوعى اوعى تبقى اصل في الرمح في تيوت وسع في تيوت يا جماعه في تيوت وبعدين في تيوت عندي هيعمل نفسه ميت دلوقتي عشان يعرف يخرجوا حي. احنا بنسمع الناس اهوت في التلفزيون. احنا هنخليك تعمل ميت عشان تخرج في عربيه اسعاف عشان الميدان ما يتلكش. سلموا لي يا سلموا لي لعمر مكرم واسلحته وحاجته. هتسلم لجهاد معنيه. سلم لجهاد المعنيه. لا معلش جهاد معنيه هتسلمها له لما يجي الشيخ حازم يسلمها بنفسه. احنا خدنا الكرامه خلاص. تعالى يعني بقى كده اهوت على التكتيك اقول كده اهوت اهو اعمل ميت وانا هتصرف انا بره انا دي شفت السؤال بس مش كده يا جماعه انتوا بس بالراحه بس قوم يا رئيس كده بس قوم غمض عينك غمض عينك ايوه كده بس اتفرج اتفرج الناس فتح عينك بقى كفايه كده اتفرج غمض عينك ثواني ثواني غمض عينك خالص ما تتنفسش